برحب بكل محبي الموسيقى ومتتبعي اخبار الفنانين بالوطن العربي. بوعدكم بحلقه مليئه بالحماس، الاخبار الفنيه وطبعا مثل العاده نتيجه السباق الرسمي للاغنيه العربيه. توب 20 بيبدا وبالمرتبه 20 تراجع للفنانه جوليا بطرس عن اغنيه يا ما شاء الله. يا ما شاء الله بعده فايق، قلبه كبير وشكله لايق، بعده فايق مش ناسينا من ساعة ما تلاقى فينا. يا ما شاء الله صدرت ضمن ألبوم جوليا الأخير اللي حمل عنوان يوما ما، وهو الألبوم الـ11 لجوليا بمسيرتها الفنية بعد ما كان الأول بعنوان غابة شمس الحق اللي صدر سنة 1985. أنجأ يعني قعدنا حكينا مش أكتر من خمس دقايق. يا ما شاء الله بعده فايق، يا ما شاء الله بعده فايق، قلبه كبير وشكله رايق، بعده فايق مش ناسينا من ساعة ما تلاقى فينا. وتعرفنا وتشرفنا، أنجأ يعني قعدنا حكينا مش أكتر من خمس دقايق. ايضا منسجل تراجع بالمرتبه 19 لسلطان الطرب جورج وصوف عن اغنيه بيحسدوني. بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك. بيحسدوني من كلمات والحان الفنان زياد برجي. وباخر اخبار الفنان جورج وصوف اغنيه جديده بمناسبه عيد الام بعنوان الام من كلمات والحان الشاعر شاكر الموجي. بعد دخول الأول الأسبوع الماضي بالمرتبة 20 النجمة ميريام فارس تتقدم بأغنية القصايد للمرتبة 18. القصايد كلها باسمك تغني يا سبب لحني وأشعاري وفني، والمشاعر كلها صوبك حبيبي غازل أنا رجعت معانيك وخغني. القصايد كلها باسمك تغني الإماراتي حسين الجسمي أيضا بتراجع هالأسبوع للمرتبة 17 عن أغنية لا تقارني بغيري. مرتبة 17 توب 20 بتابع بالمرتبة 16 وتقدم للديو أصالة ورامي صبري عن أغنية مش فاكر. مش فاكر مهما بتقولها حتفضل ما بتنساش، لو ضاعت فترة في عمرك لسه الأحلام جاش. مش فاكر من ألحان رامي صبري، واهتم بكتابة الكلمات الشاعرين أحمد موسى وحسين محرم. الفنانة كارول سماحة عم بتحقق نجاح كتير كبير بأغنية وتعودت وبتتقدم هالأسبوع للمرتبة 15. وتعودت حياتي ببعضه
وتعودت من كلمات وألحان الشاعر سليم عصاف وصورتها على طريقة الفيديو كليب بالعاصمة الفرنسية باريس. وتعودت حياتي ببعده، أنا فكرت رح نموت من بعده، وتاريكي يا إنسان معود على من جهة تانية. كارول بصدد إحياء حفلات عديدة بالقارة الأمريكية، أولها بديترويت ولوس أنجلوس. بناديك تعالى والنجم عمرو دياب بتراجع هالاسبوع للمرتبه 14. عمرو دياب كان اول فنان بالوطن العربي بيتواصل مع معجبينه عبر صفحه خاصه تم انشائها خصيصا على جوجل بلس قبل الحفل الكبير يلي احياه عمرو باماره دبي. بالمرتبة 13 الفنان التونسي صابر الرباعي بيتقدم بأغنية عد حبيبك يلي صدرت ضمن ألبوم الأخير من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. وعرفت مين اللي انت جاي تودعه، وعرفت مين حبك وحبك ضيعه، لو لك حبيب تخاف عليك ما تريحه، انت الأمان حبيبك. الفنانة ديانا حداد تتقدم مرتبة واحدة هالأسبوع لتوصل للمرتبة 12 عن أغنية بنت أصول. أنا بنت أصول وشرقية وحياتك 100% محدودة عند الحرية لو شو ما صار. ديانا حداد عم تستعد لتصوير أغنية ودي حكي على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد، بالإضافة لإطلاقها أغنية جديدة بعنوان بعد عمري من كلمات الشاعر محمد بن سيف الكتبي وألحان الفنان وليد الشامي. الفنانة ديانا حداد كل التوفيق ومنتابع توب 20 بالمرتبة 11. وقبل ما ننهي القسم الأول من برنامجنا منسمع فارس الغناء العربي عاصي الحليني بأغنية سألوني. سألوني إذا كنت بحبك رأسي بالعالي عليت، تاني كر إني ما بحبك ما قدرت عليهم رديت، بس عيوني الفنانين من بيناتهم الفنان عاصي الحلاني. ما قلكن إلا تتابعوا القسم الثاني من توب 20 بعد لحظات قليلة من الإعلان. مجددا برحب بكل متتبعي برنامج توب 20 والالبيسي الفضائية اللبنانية، وهلأ صار وقت نقوم بجولتنا الأسبوعية على آخر أخبار ونشاطات الفنانين بالوطن العربي. بعد إبداعها بالغناء اتجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب نحو التمثيل، حيث وقعت مؤخرا على عائد أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية،
من إنتاج صادق الصباح اللي أنتج مسلسل الشحرورة بطولة النجمة كارول سميحة، بالإضافة للمسلسل المرتقب زي الورد بالاشتراك مع الفنانة أروى. وبالعودة لشيرين فقد أجرت استطلاع عبر صفحتها الخاصة على اليوتيوب واللي وصل عدد معجبينها إلى أكثر من مليون، وهالشي ليقوموا بالتصويت عن أغنية نفسي أفهم لي وده مش حبيبي من ألبوم شيرين الأخير اسأل عليا، ليتم تصويرهم على طريقة الفيديو كليب. من الانتاجات الجديدة لشركة روتانا ألبوم بيبصر النور قريباً للفنانة نوال الكويتية، حيث قامت نوال باختيار معظم الأغاني اللي رح يتضمن الألبوم، ومنها أغنية ذبحني الشوق اللي بتتعاون فيها مع الشاعر السعودي ساري والملحن الإماراتي أحمد الهرمي. وبأخبار تانية عن نوال، نفت وبشكل قاطع كل الشائعات اللي طالتها مؤخراً حول انفصالها عن شركة روتانا. موازين إيقاعات العالم هو عنوان الدورة 11 لمهرجان موازين الموسيقى العالمي. من أبرز المشاركين بهالحدث الفنان وائل كفوري والنجمة نانسي عجرم والفنان الجزائري الشاب خالد، بالإضافة لألمع النجوم العالميين نذكر منهم ماريا كيري ومغني الراب الشهير بيتبول، شاكيرا، سكاربيونز والعديد غيرهم. بعد تركيزها بالفترة الأخيرة على الأغنية الخليجية، ترجع النجمة يارا هالمرة بألبوم منوع بين اللهجة المصرية واللبنانية بعد غياب دائم لمدة 3 سنوات تقريبا عن إصدار هيك نوع من الألبومات. نذكر أن أغنية أنت مني باللهجة المصرية كانت من آخر أغنية يارا واللي حب فيها الجمهور، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان أحمد الهرمي، أما التوزيع فاهتم فيه جون ماري رياشي. ومننهي هالفقرة مع فارس الغناء العربي عاص الحلاني اللي أصدر بمناسبة عيد الأم أغنية جديدة عنوانها حسيت يما، من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير، أما التوزيع فكان لناصر أسعد. من جهة تانية أحيا عاصي حفل غنائي ضخم بإمارة دبي ضمن مهرجان الموسيقى العالمية. تبقى وجع يا عيد وحدك بلا أصحاب. لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا لصفحتنا الخاصة على الفيسبوك Top 20-LBC. وبالعودة للسباق، شو رأيكم نتذكر سوا أول 10 أغاني مشاركة معنا من المرتبة 20 للمرتبة 11؟ بالمرتبة 20 جوليا بطرس وأغنية ما شاء الله. جورج وصوف بالمرتبة 19 وبيحسدوني. بالمرتبة 18 ميريان فارس وأغنية القصايد. لا تقارني بغيري لحسين الجسمي بالمرتبة 17. أصالة نصري ورامي صبري بالمرتبة 16. وتعودت لكارول سميحة بالمرتبة 15. بالمرتبة 14 عمرو دياب وأغنية بناديك تعالى. صابر الرباعي وعد حبيبك بالمرتبة 13. ديانا حداد وأغنية بنت أصول بالمرتبة 12. بالمرتبة 11 عاصر حليني وأغنية سألوني. توب 20 بيتابع مع التوب 10 هالمرة، ومنبدأ بالمركز العاشر مع الفنان وائل كفوري اللي مثل ما ذكرنا من شوي رح يشارك بمهرجان موازين الموسيقى العالمي. وشو قولكن؟ رح يغني وائل أغنية ما تحكي اللي عم بتشارك معنا بالمرتبة رقم 10؟ ما تحكي شو بدك تحكي ونسيني بقلبي وجعي يا جاي من قلبي الكذبة مطرح ما كنت رجع من وائل مننتقل للبوب ستار رامي عياش وأغنية مجنون بالمركز 9. بعيونك
مجنون لغيرك بيخطر. الفنانة أو خلونا نقول المطربة والممثلة شيرين عبد الوهاب اللي راح تخوض تجربة التمثيل للمرة الثانية بعد فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي. نسمعها هلا بأغنية لو جاني بالمركز الثاني. والنبي لو جاني بس كده كده وترجاني أنا عمري ما هرجع تاني ما بقتش أقبل أعذار حظ الله ما بيني وبالواحد قلبه نسيني اتهزت صورته بعيني ما بقاش فيه بالنعمة. هيفا عقبال المية بعد ما احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين. ومنسمع يا مجنون بالمركز السابع. وحدك حنيني قلبك خديني بعدك كويني بس قرب وسيني نورك كفيني وينك نسيني رد دخيله أنا انت حبيبي ناري ولهيبي بحبك نصيبي انت حيات قلبي. سباق الأغاني بيتابع مع أغنية سكر العيون للفنان راشد الماجد. ومنكون وصلنا للمركز السادس. أدوب بعينك الحلوة وسكرها وحتى الدنيا أنساها ولا ذكرها. أدوب بعينك الحلوة وسكرها وحتى الدنيا أنساها ولا ذكرها. أنا اللي سكر عيونك يذوبني دخيلك لا تذوبني وسكرها. جاهزين للتوب 5؟ بس قبل الاعلان عن المراتب الخمس الباقية بذكركن انه صار فيكن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك توب 20-LBC. وبالعودة للتوب 5 منسجل تراجع للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية عن اغنية اللي ضاع من عمري بالمركز الخامس. اللي ضاع من عمري ليه لازم ارجع اعيش بعدك. باخبار عن المطربه ورده الجزائريه سجلت ديو غنائي مع الفنان الخليجي عبادي جوهر باستديوهات القاهره وهي من كلمات الشاعر العماني طارش قطن والحان النديم ورح تتصور على طريقه الفيديو كليب وهي اكيد من انتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات. يستاهلك على أي حاجة أبدا حتى اللي خاب قلبي وجرحني الله يسامح وشكرا مش هخسرك ده انت اللي ظلمك خسرك ضيعت منك قلبي حبا ما بقاش في شيء يستاهلك على أي حاجة أبدا حتى اللي خاب قلبي وجرحني الله يسامح شكرا. شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم تتقدم بأغنية لو بس تعرف للمركز الرابع. لو بس تعرف بغيبتك شو صار جنيت وطعم التلج صاير نار لو بس تعرف بغيبتك شو صار جنيت وطعم التلج صاير نار مين اللي غيرك بالدرب بخليني دوب انت اللي فيي بتعترف غيرك ما بدي.
منك ما بدي قلوب. لو بس تعرف بغيبتك شو صاري جنيت وطعم التلج صاير نار نار. بعد حصوله على المركز الأول الأسبوع الماضي، أغنية على نيتها للفنان الكبير عبدالله رويشد بتتراجع للمركز الثالث. اللي حببني فيه وخلاني بس بيه ودايم مولق عليه هو خلاني اشكي نور بالجروح ولما اشوفها اروح وياه الهم يروح وتروح احزاني. اللي حببني فيه وخلاني بس بيه ودايم مولق عليه هو خلاني اشكي مر الجروح ولما اشوفه وياه الهم يروح وتروح احزاني. على نيتي ماشي على نيتي. من الطبيعي ما يكون في عنا نيو انتري بالمركز الثاني والاول، كرمال هيك بيبقى لنا خيارين، الأول نوال الزغبي وأغنية معرفش ليه، والثاني الفنان ماجد المهندس وأغنية أبي عالناس. مين قولكم بالمركز الثاني؟ معرفش ليه ببقى معك متغيرة فرحانة ليه وكأني طفلة صغيرة حاسة بحياة أنا عمري قلبي ما حاسة غير بس ليه غير بس ليه. معرفش ليه انا عمري قلبي ما حاسه غير بس دي مبروك لنوال الزغبي المركز الثاني بأغنية معرفش ليه. أما المركز الأول فبتصور كلنا صرنا نعرف مين. أبي عالناس يا عمري عشانا وفي قلبي تعرف أنت مكانا. أبي عالناس يا عمري عشانا وفي قلبي تعرف أنت مكانا. حبيبي لو أغيب شوية ألف مبروك للفنان ماجد المهندس المركز الأول عن أغنية أبي عالناس. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توب 20. أنا بلاقيكم الأسبوع المقبل ودايما عبر الألبسي الفضائية اللبنانية. من هلأ لوقتها نتواصل عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك توب 20-LBC. باي.